آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. جامع الأزهر أدامه الله تعالى خالدا تالدا، كان له عز كبير ولا يزال في الأزهر من يقوم لله بالحجة. السؤال: لماذا أو من الذي أضعف الأزهر؟ من الذي أضعف الجامع الأزهر؟ الآن في عقول الوهابية حاجة خلل، تقول إن الدول أو الدولة المصرية بالذات تحاول تقوية الأزهر من أجل إضعاف الوهابية، فهل هذا حصل فعلا؟ أقول ليته حصل. جاءت فترة في مصر من أقل الناس دخلا هو الشيخ الأزهري، من أقل الناس دخلا هو الشيخ الأزهري. طيب من السبب في هذا يا ترى؟ الدولة لها يد كبيرة في هذا. لماذا يعني الأزهريون هؤلاء علماء الإسلام، ومصر الأزهر له سلطة حتى دستورية، وله شيخ الأزهر مكانة كبرى، طيب لماذا لا يأخذ الأستاذ الأزهري أو العالم الأزهري حقه من الدنيا بحيث يستغني عن البحث عن إعارة؟ راتبه 70 جنيها والإعارة 7000 ريال. طبعا شيء طبيعي سيكون هذا على حساب الأزهر. ذهبت أزهار الأزهر، كبار علماء الأزهر، الصالحون الكبار، الصالحون الأولياء قسم منهم آثر الآخرة على الدنيا رغم شظف العيش، وبعضهم ربما الله سبحانه وتعالى أغناه فهو لا يفكر بالرزق، ولكن الخط العام للجامع الأزهر كان هو الفقر، والفقر الدولة بلا شك تتحمل مسؤولية كبرى في هذا. إعزاز العالم الأزهري سينعكس لا محالة على قوة الأزهر ثم على قوة الأمة. في تاريخ الدولة الإسلامية كان العلماء عندهم عز، ومصدر رزقهم لم يكن الدولة إنما كانت الأوقاف، فالأوقاف كانت دارة، يأتي والي أو يأتي غني أو يأتي إنسان ليس عنده أولاد ويعني قارب الموت فيقف بناء مشروعا أرضا زراعية على جهة علمية معينة. فالدولة الإسلامية ارتاحت من هذا العناء، عناء تمويل العلوم الشرعية وأيضا عناء الصحة. الصحة في الدولة الإسلامية كانت أيضا ممولة بنفس الطريقة، أيضا هناك من يوقف أوقافا على المرضى وعلى المشافي ونحو ذلك. في الدولة الحديثة وخاصة بعد دخول نابليون بونابرت، وخاصة بعد تغلغل بريطانيا في مصر وبعد مستر دانلوب ونحو ذلك وذلك البلاء الذي حصل، حصل شيء من سياسة الإقصاء المنهجي، صار ينظر إلى الجامع العالم الأزهري على أن هذا إنسان قديم وعلى أن هذا إنسان خارج الواقع. طيب والدولة زادت من هذا الأمر مع حاجتها إلى أحيانا الأستاذ الأزهري ليالي منصب في الزمان الماضي كان شيء اسمه قضاء الشرعي أبطل بعد ذلك، أو مثلا المأذون الذي يقوم بتسجيل العقود الزواج هذا يعني كان ينبغي أن يكون أزهري. أيضا في الجامعات الأخرى في هناك مواد يحتاجها الأستاذ الأزهري يحتاجون إليه، فتجد الأستاذ الأزهري إذا ما درس في جامعة القاهرة مثلا أو في دار العلوم يأخذ راتبا مرتفعا جدا، وإذا ما درس في الجامع الأزهر يأخذ قروشا. قضية الرزق واستقلال الرزق جانب أساسي في إضعاف الشخصية الأزهرية، لأنه المحتاج لا يستطيع، الجائع لا يستطيع أن يكون يعني قراره سليما. فإضعاف الأزهر
تتحمل الدولة المسؤولية العظمى في هذا. جهات الوهابية تستغل هذا الأمر، تستغله من أجل ماذا؟ من أجل إفراغ الأزهر أولا. إذا أخذوا الكبار أخذوهم للتدريس هناك، وسيأخذ راتبا مرتفعا، ولكن لا يستطيع أن يصرح بشيء يخالف الوهابية. من سيملأ الفراغ؟ هم يرسلون أناسا يملؤون الفراغ، أو يدعمون أناسا في الأرض يملؤون هذا الفراغ. فالمستفيد من ضعف الأزهر في جميع الحالات هو أعداء الإسلام وأعداء السنة. مسؤولية الأزهر في الدرجة الأولى يجب أن تكون على الدولة، والدولة تعتني ربما بشيخ الأزهر، لكن العناية الحقيقية بالأزهر كما ينبغي أن تكون ليست كذلك. أنا مع الكيف ولست مع الكم، يعني لو انتقي مثلا عدد كبير من النجباء الطلبة، وليكن يعني ليس آلاف المؤلفة، يعني أفضل ما في الأزهر ودرس تدريسا صحيحا علميا، وأتعب وأنفقت عليهم أموال كثيرة، ودعم هذا حينما يعود أستاذا، سيكون للمسلمين الشأن غير الشأن الذي هم عليه. فعز المسلمين عز في التعليم العلمي الشرعي. وأتكلم عن الأزهر، يعني أنا لست مصريا، ولكن هذا رمز للأهل الإسلام، دفاعنا عن الجامع الأزهر لأنه القلعة الأخيرة التي بقيت على طريقة أهل السنة والجماعة، التي بقيت على طريقة في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. فينبغي على الدول أن تقوم بواجبها هذا، أو على الأقل تتيح آلية، تسمح بآلية إذا كانت دولة عاجزة، تسمح بالأوقاف التي كانت موقوفة على مثل هذا أن تعود إلى الأزهر، أو تفسح هذا المجال بحيث أهل الخير يقومون بهذا الواجب، لأن الأمر لا يكون هكذا. يعني عز الأزهر عز لمصر، عز لدولتها حتى. فهل الآن بعض الناس يقول الآن، وخاصة جماعة إخواننا الطيبين البسطاء هؤلاء، حينما يرى مثلا أحيانا في تلفزيون الدولة من يعني يمدح الأزهر أو تسلط الأضواء على بعض شيوخ الأزهر، انظر الدولة تريد دعم الأزهر الشريف، يا أخي ليتها فعلت ما يناله العلمانيون وما يناله الكتاب الذين يطعنون بالإسلام صباح مساء من أجور، من المقالة وحدها يغطي أجور علماء الأزهر الشريف. الذي يأخذ حظه كاملا من الإعلام ومن الكتابة ومن النشر في بلاد مثل مصر وغيرها، يعني ربما العلمانيون أكثر من غير أكثر من الأزهريين، والوهابيون لهم دول تدعمهم، معروف هذا، يعني دعمهم كله من الخارج، يعني هذا ليس سرا، هذا أمر حقيقي. نسأل الله تعالى أن يعيد الأزهر عزة، ونسأل الله أن يلفت أنظار أهل الحل والعقد في الدولة المصرية وفي هذه وفي غيرها، في يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن يعودوا إلى إعزاز الأزهر بدلا من إذلاله، لأن إذلال الأزهر فيه أذية كبرى لهم بالدرجة الأولى، وأيضا سيحاسبهم الله يوم القيامة على هذا الأمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.